نواصل معاكم صباح الشروق، نشاهد ونستمع ونستمتع مع هذا اللحن، ومن ثم نعود لنلملم أطراف حديثنا وفقراتنا. مشاهدينا
هاي الصحة والعافية للفنان الخلوق الإنسان بيدخل دائما البهجة والمسرة في قلوب كل السودانيين. نور الجيلاني صباحا من خلال صباح الشروق، تكاملت فقرة صباحاتنا الندية واكتملت لوحة الشروق الصباحية صباح الشروق ليوم الأحد. نتمنى أن نكون وفقنا في تقديم كل الفقرات ونالت الفائدة كمان من قبل المشاهد الكريم، آملين أن نلتقيكم في مساحات أرحب وأوسع. أنا سعيد جدا وبنقول كل جهد زملائي في صباح الشروق لبرنامج صباح الشروق لهذا اليوم. بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد، على أمل اللقاء. دمتم دائما في رعاية الرحيم مشاهدينا، مع السلامة.